يقول: إذا ابتلي رجل بوسوسة شيطانية عظيمة، مثلا قال له الشيطان اكفر، فهل يؤثم علما بأنه صبر ولم يلتفت لهذه الوسوسة بل قاومها ولله الحمد؟ الوسوسة في القلب أو في النفس لا يؤاخذ عليها الإنسان، وهذا من فضل الله عز وجل حتى يتكلم أو يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما دام أنه ما تكلم بما أمره به الشيطان ولا عمل به، وإنما وجد عنده وسوسة ثم إنه تركها وصبر، فهذا مأجور إن شاء الله. نعم.